جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز أن تصلي الأم مع أطفالها في سن 7 والـ8 والـ10 جماعة وإن كانوا إناثا وذكورا؟ وهل يجوز أن تعقد النية جماعة أو مفردة؟ لأن الأطفال يتحركون أحيانا ويتكلمون في أثناء الصلاة، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك ما داموا مميزين إن شاء الله، فلا بأس بذلك، لكن تجعل الصبيان في الصف المقدم الذكور وتجعل الجواري خلفهم وتكون هي إمامتهم، ولكن الأفضل أن الذكور المميزين يصلون في المسجد، أن والدهم يأخذهم للمسجد أو وليهم أو أخوهم الكبير يذهب بهم إلى المسجد، هذا هو الأفضل.